اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الجهد والوقت. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقولكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده معانا ازازة المية دي، وهي بيكون فيها درج متقسم كده تقدري تنظمي فيه الادوية بتاعتك، وطبعا تقدري تخرجي بيها في اي مكان. بعد كده عندنا منظمات للحمام، تقدري ان انتي تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي فيها الشامبو او البلسم، وزي ما انت شايفة كده هي بتحتوي على 2 منظم. بعد كده معانا مجموعة من منظمات الهدوم، وهي بتكون مصنوعة من القماش، بتيجي عبارة عن صناديق مقسمة كده من جوه، وتقدر ان انتي تستخدميها في تنظيم البناطيل او التيشيرتات او الملابس الداخلية، تقدري ان انتي تنظمي بيها اي حاجة انتي عاوزاها. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك الشامبو والكريمات بتاعتك، وتحط تنظمي عليه كمان المناديل الرول. وهنا معانا منظم للزيت، تقدري تنظمي فيه الزيت اللي عندك، واستخدامه طبعا بيكون جميل وسهل، بتستخدمي الزيت بتاعك بالفرشة بحيث ان يديكي كميات قليلة من الزيت. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة دي اللي تقدري تعملي بيها كرات الرز، او طبعا تقدري ان انت تستخدميها وتعملي منها كرات اللحمة او كرات الخضار بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج تقدري ان انت تعصري منها المية او اي سائل تنظيف بكل سهولة، وطبعا تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي عندك زي الرخام او المرايات او البوتاجاز او العربيات، تقدري طبعا ان انت تنظفي بيها اي سطح عندك. بعد كده عندنا جهاز التجميد الصغير، وهو بيساعدك انك تخلي المشروبات بتاعتك تفضل باردة وتقدري تحركيه معاكي وتستخدميه في الشغل او في اي مكان. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الكبة الصغيرة دي، وهي بتشتغل عن طريق الشحن، يعني مش هتحتاجي تستخدميها وهي متوصلة في الكهرباء، وزي ما انت شايفة معايا كده تقدري من خلالها تفرمي الثوم والفلفل، وطبعا ميزتها انها بتكون صغيرة يعني تقدري تاخديها معاكي في اي مكان. بعد كده معانا هنا بقى المعلقة المعيارية دي، تقدري تعايري بيها من التوابل الكمية اللي انتي بتكوني عاوزاها. وبعد كده معانا القطعة دي او القطاعة دي، تقدري ان انتي تقطعي بيها البطيخ بكل سهولة من غير مجهود. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. وهنا معانا قطعة الخضار الاربعة في واحدة الكهربائية، وطبعا بتشتغل عن طريق الشحن اليو اس بي، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي الثوم والخضار واللحمة والفراخ
وبيجي معاها 2 مضرب للبيض. بعد كده هنشوف مع بعض. عندنا صفاية الاطباق دي تقدر ان انتي تصفي عليها مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الحلة اللي بيجي معها اداة تقدر ان انتي تعرفي منها درجة حرارة الزيت اللي بتستخدميه، وبيبقى الغطاء بتاعها عبارة عن شبكة تقدر ان انتي تصفي عليه الفراخ او اللحمه او السمك او اي حاجه انتي بتحمريها في الحله دي. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم للمطبخ تقدري تنظمي فيه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والسكاكين والمعالق، وبيجي معاه 3 ادراج. الدرج مقسم لجزئين يعني تقدري تنظمي فيه 6 انواع من التوابل، وبيبقى معاه درج تقدري تشيلي فيه اكياس التوابل والصوصات اللي بتبقى عندك. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض. هنا اداة تقطيع الجبن او السمنة كده بكل سهولة. بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم تقدري تثبتيه عندك على التسريحة وتنظمي فيه الكريمات او العطور او الميك اب بتاعك، شكله بيكون حلو قوي وبيكون متوفر منه كذا لون. وبعد كده معانا الاداة اللي بتساعدك على تقشير اللب بكل سهولة. هنا بقى هنشوف مع بعض. عندنا جهاز الطبخ على البخار. طبعا الجهاز ده عبارة عن حلتين، اول حلة تقدري تسوي فيها الاكل على البخار، والحلة اللي بتبقى في القاعدة دي تقدري ان انتي تعملي فيها اي شوربة او اي طبيخ او تقلي فيها اي حاجة انتي عاوزاها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم البقوليات ده طبعا تقدري ان انتي تنظمي فيه الرز او مختلف انواع البقوليات اللي بتكون عندك. بيجي معاه كوباية معيارية تقدري تعايري بيها الكمية اللي انتي محتاجاها. بعد كده عندنا القطعة دي تقدري ان انتي تفصصي بيها الذرة بكل سهولة وبطريقة سهلة وسريعة جدا. بعد كده عندنا منظم البيبسي ده تقدري ان انتي تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة التقطيع دي اللي تقدري تقطعي بيها اللحوم او الفواكه او الخضار، تقدري ان انتي تقطعي بيها اي حاجة انتي عاوزاها شرايح زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الاحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده عندنا الاداة اللي تقدري تعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الفراخ بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الزعافة اللي تقدري تستخدميها في تنظيف الحوائط او الشبابيك او النجف، وتقدري تستخدميها في مختلف الاسطح اللي بتكون عندك، وطبعا هي بتشتغل عن طريق الشحن، وكمان تقدري انك تتحكمي في طولها وتوصلي للمكان اللي انت عاوزة تنظفيه بكل سهولة زي ما هتشوفي معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا اداة تثبيت تقدري ان انتي تثبتي عليها مختلف احجام غطسان الحلل اللي بتكون عندك او قطعة الخضروات. بعد كده عندنا القمع السيليكون، وهو بيبقى مهم جدا في تنظيم الزيوت. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة في الحمام او في المطبخ، وطبعا تقدري ان انتي تنظمي عليها مختلف انواع واحجام الاطباق اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الاختراع الرهيب ده. الاداة دي تقدري تثبتيها عندك بكل سهولة وتستخدمي بيها كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجودة عندك زي سائل المواعين، وتقدري تستخدميه بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المعلقة وفي نفس الوقت شفاطة 2 في 1، وهي بتكون مخصصة للعصاير، وطبعا بيجي معاها فرشة تقدري ان انت تنضفيها بكل سهولة.
دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة التالتة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى بالفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله.